انا اول مره في حياتي احضر حفله لوائل جسار واليسا، بس انا واحد من معجبينهم طول عمري وبحترم ذكائهم جدا وبحترم اغانيهم جدا، ومبسوط ان انا النهارده ان شاء الله هحضر حفلتهم وهتمزج كده واتسلطن ما بين بقى سلطنه وائل جسار على احساس الي. يعني انا النهارده جاي بصراحه ان انا اتسلطن على اشعر على ميكس كده حلو. يعني محمد بقى فنيا الفتره اللي جايه هتقدم وبفتكرك لما اسمع لما النسيم واما اسمع مع نفسي لعمر القديم، ولما الوقت يتأخر بعد حبيبي أدور على أي فيلم لعبد الحليم، وليالي وليالي تفوت ورا ليالي وبقالي كتير على حالي، صورتك لسه في خيالي ومأثرة فيا لا قدرت أنسى مع الأيام، ولو نسيت أفتكر أوام أول ما تغني لي أنغام، أنا وحدانية أنا وحدانية